ضمن موسم أعياد البحرين، أقامت جمعية الحكمة للمتقاعدين حفلها السنوي يوم الوفاء 15 تحت رعاية معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس مجلس إدارة جمعية الحكمة للمتقاعدين. نعم، جرى خلال الحفل تكريم رواد العمل الأوائل والمتقاعدين المتميزين من مختلف قطاعات العمل في المؤسسات الحكومية والقطاع العسكري والقطاع الخاص. تكريما واستثمارا للطاقات والإمكانات من الخبرات لصالح المجتمع والوطن، تحتفل جمعية الحكمة للمتقاعدين بيوم الوفاء في نسخته 15 لتجمع في هذا الحفل عددا من رواد العمل والمتقاعدين المميزين. اليوم نحتفل سنويا، هو جزء من احتفالات العيد الوطني المجيد، والذي الحقيقة يعني نكرم فيه مجموعة من الذين عملوا طول حياتهم في أعمال مختلفة في مختلف الدوائر ومختلف المؤسسات الوطنية، تكريما لهم واعترافهم بفضلهم وأنهم الحقيقة أخلصوا في هذه المدة وبذلوا الجهد والجهيد ودربوا من بعدهم وعلموا يعني من وراءهم وأسسوا المؤسسات اللي كانوا يعملها على أسد سليم، والحق هاي كلها يحتاجون كل تكريم كل اعتراف بفضلهم، والحمد لله أن هاي ماشيين على كل سنة. يهمني جدا أن المجتمع يدرك أن هذه المناسبة ليست احتفال فولكلوري، وإنما لها معاني كثيرة. لها المعنى الأول هو أنه فعلا تكريم للعائلة التي وقفت وراء المتقاعدين وشجعتهم وعطتهم وسمحت لهم بالوقت، إعطاء الوقت للمؤسسات التي قاموا بها. والنقطة الثانية هي تأكيد لسنة إسلامية مؤكدة برزت دائما في القرآن الكريم، الذي لا يوجد مصدر كرم العائلة وكرم كبار العائلة وكرم الوالدين أكثر من القرآن الكريم، وبالتالي نحن نعيش هذه السنة الإسلامية العظيمة. دور رائد استمدت المملكة من خلاله نجاحها إثر الكفاءات العملية والعلمية التي ساهمت في بناء صروح الوطن الشامخ. كل شخص، كل فرد في 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 المملكة الحبيبة يضيف في البناء ويضيف لابنه يوم عن يوم، ويساهم في أن يطور الوطن الغالي. الكل يساهم بكل من جهوده وعطائه ووقته وعلى حساب عائلته في أن يبني لنفسه ولغيره. فنتمنى أن هذه الشيء المتأصل في الشعب البحريني أن يتواصل إن شاء الله. طبعا إحنا جدا فخورين أن في يوم يكرم فيه المتقاعد الذي بذل المجهود الكبير في خدمة هذا الوطن الحبيب، وإحنا يشرفنا في هذا اليوم أن نكون من هؤلاء المكرمين، وفعلا حسسونا أن إحنا لازلنا قادرين على العطاء ولازلنا نعطي لهذا الوطن. فرحتنا اليوم والتصور صراحة، ومستانسين على التكريم الجيد. ثروة وطنية من الخبرات المتراكمة في مختلف المجالات عملت بإخلاص وولاء، ولا زالت تسهم بشكل مستمر في الدفع بعجلة التنمية. يوم الوفاة شعار خالد تحتفل به جمعية الحكمة للمتقاعدين سنويا تكريما لجهود أبناء الوطن التي أثرت الحاضر وساهمت في وضع خطط المستقبل. شوق العثمان لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.